جايبين واحد صعلوك صعلوك من قوم لوط جاهز وصل البلد دي. قال داري يمثل فيلم على اللواط في السودان. تقول لي عيش ما في؟ اقسم بالله ربما بعد شويه يكون الهوى ما في. مش الان صف للعيش؟ ممكن نجيب صف عشان نشم هوى او نشرب جغمه مويه واحده وما نلقاها. يا قوم لوط ربنا قال فجعلنا عاليها سافله. وديك بالمناسبه ما مثلوا فيلم عن اللواط. ديك سووا لكن ديل حللوا وقالوا اي زول بيتكلم عن الاتباع قوم لوط ديل طبعا بيدلعوه بيسموه مثليين. ما في مثليين ده لواط. الله قال كده. واسمه الفاحشه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. واسم الفاحشة الله قال كده سبحانه وتعالى. دل زادوا على قوم لوط بالمناسبة. دل استحلوا اعتقادا وقولا وفعلا وقالوا أي زول بيتكلم فينا ولو بالدليل. قالوا يجب سن قوانين تجرم الزول الأنكر علينا بلسانه ده. دل فاتوا قوم لوط. عشان كده اوعك تقول عيش ما في. لازم يكون ما في. لانه ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد قال ابن عباس هو نقصان البركه باعمال العباد المعاصي والذنوب كي يتوبوا. عشان كده ربنا قال في ختام الايه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ابن عباس يعني قال كي يتوبوا ويرجعوا الى الله. فنحن طالما بنعصي الله وبنسكت على مثل هؤلاء بيجي الفيضان بيجي الطوفان بيجي الجراد بتجي المجاعه بتجي المشاكل القبليه في الشرق وفي الغرب وفي وين مشاكل ما لها حد. بلد فيها نيلين. النيل ده الرسول قال صلى الله عليه وسلم فجر من الجنة من جنة المأوى. النيل حقكم ده فجر من الجنة ويكون سبب في عذابنا نحن. ليه؟ يكسر البيوت. ليه؟ لأنه ظهر الفساد في البر والبحر.